السلام عليكم اخ بروفيسور علي، نسمع لي مصر ان شاء الله. المره دي هنعمل بس الدوران بتاع الكم زي ما احنا عملنا الخط ده ونزلنا 3 سم، يبقى هنعمل عليه هنا الدوران بتاع الكم. هنا بنطلع 2 سم من الناحيه دي و2 سم من الناحيه دي، دول ما بيتعملش فيهم اي دوران، يعني النص اهو و2 سم من الناحيه دي و2 سم من الناحيه دي ما بيتعملش فيهم اي دوران. هنعمل اول حاجه دوران الظهر. دوران الظهر يا جماعه بيبقى فيه لو عملناه 14 سم يبقى زائد سم، ولو عملناه 13 سم ده بيبقى معناته ان مفيش بنس هنا، لان احنا قلنا ان الكتف 13 سم، لو زودنا عليه السنتي معناته ان احنا عملنا البنسة، ما زودناش عليه السنتي معناته ان احنا ما عملناش البنسة. طيب اول حاجة ان احنا بنقسم الخط ده، عامل 19 مثلا بنقسمه له 9 سنتي وننزل بيه على طول، يا دوبك يلمس الخط، ونيجي من هنا ندور الباط قبل النقطة دي ب 2 سم ونسيبها بقى وما تتعملش. عارفين الحتة بتاعت ال 2 سم دي؟ فاكرين لما كنا بنعمل، ثواني بقى نبوظ الباترون ده، فاكرين لما كنا بنعمل الدوران بتاع الباط؟ مفيش حد يجي يعمله بحرف الره كده يا جماعة، أو مفيش حد يجي يعمله بمدور أو رافع لفوق زي اللام ولا كده، لا ده هو جاي نازل وعلى مفيش، يعني بصوا جاي نازل وعلى مفيش، بصوا جاي نازل وحاجة بسيطة. نيجي بقى من الناحية التانية، ان احنا نعمل باترون الامام. باترون الامام ده ان احنا نلفه جامد لحد ما يلمس الخط اللي هو التاني، وبرده المنطقه دي ما بنعملش فيها دوران. المفروض ان احنا هنا بنطلع 3 سم ونعلم وننزل نعمل الدوران عليه. كام بالملي ما بتفرقش، المهم ان يطلع شكل الدوران حلو معاك. لو احنا هنعمله بالمقاسات دي لوحدها عايزه خريطه، فاحنا بس عايزين ان احنا نعرف ان احنا نقدر ان احنا نعمل شكل دوران الكم من هنا ومن هنا. طيب عايز اقول لكم حاجه للناس اللي بتنزل برضه، لو احنا شلنا الواحد سنتي ده اللي هو بتاع البنسه وبدانا الباترون من هنا، برضه باترون الظهر مش نازل عادل. عارفين لما بيجي حد يشرح باترون بيروح شرحه نازل عدل ودوران، لا حتى باترون الظهر بيبقى فيه سنه صغيره ميل، يعني انت لو لاحظته هتلاقوا فيه سنه صغيره ميل، لان الكتف ده مش هو الباط، فبيبقى برده فيه سنه صغيره ميل. ده لو انتوا مش هتعملوا بنسة، لو هتعملوا بنسة بيطلع كمان 1 سم. فكره البنسة ايه بقى عشان نتكلم؟ فكره البنسة هي اللي مزوده الميل ده، يعني انتوا شايفين الميل ده جامد قوي والكتف كمان جامد، اللي مزود كل ده اللي هي حجم البنسه اللي هنا، هو اللي مزود الميل دوت. لو احنا حبينا ان احنا نلغي البنسه وكاننا بنرجع الميل تاني مكانه، فكاننا يعني احنا لو فتحنا الباترون من النص مثلا وحبينا نرجع البنسه تاني مكانها، ماشي، هتلاقي الميل ده قل خالص، وهتلاقي ميل الكتف كمان برضو قل. والبنسة دي بتتعمل علشان خاطر حاجة واحدة، تفرغ المنطقة اللي فوق الصدر، ممكن تتلغي على طول. وان شاء الله المرة الجاية نكمل بقى الجزء اللي تحت. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انكم استفدتوا. السلام عليكم.